هذا المشروع الأول من نوعه هو مشروع استراتيجي يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها تطبيقا وتنفيذا لتعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية القاضية إلى التسريع في عملية رقمنة القطاعات ووضع مسار لتجسيد التحول الرقمي في بلادنا بخطى مدروسة. هذا المشروع هو كما قلت هو الأول من نوعه لأنه سيسمح بوضع بيئة للربط بين القطاعات والهيئات العمومية فيما بينها وبين هذه الأخيرة يعني بين القطاعات والهيئات العمومية ومركزي البيانات لدو داتا سنتر مركزي البيانات التي يتم إنجازهما حاليا من طرف المحافظة السامية للرقمنة. دونك تبادل المعلومات والمعطيات راح يكون في بيئة مؤمنة بين كل هذه القطاعات. هذا حيسمح أنه حتكون تسهيل في اتخاذ القرارات دونك تكون فعالية في الحوكمة ومن جهة أخرى راح يسهل في ويحسن في الخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمؤسسة. يعد مشروع التوصيل أو الربط البيني بين مختلف الوزارات والقطاعات بشبكة خاصة ومؤمنة ومشروع ذا أهمية بالغة، سوف يسمح بتبادل وتقاسم المعطيات والمعلومات بين مختلف القطاعات بطريقة سلسة وفي نفس الوقت مؤمنة. هي شبكة خاصة مرة أخرى تخص الربط بين مختلف الوزارات والهيئات الإدارية العمومية. طبعا هذا التبادل تاع المعطيات وتنقل المعطيات يسهم كذلك في تحقيق التشغيل البيني لمختلف أنظمة المعلومات القطاعية، وهذا من خلال تجسيد الاستراتيجية استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها المحافظة السامية للرقمنة والتي يتشارك في تجسيدها كل القطاعات.